الفرنسي عام 1986 عندما كان يلعب في صفوف نادي ميتس، وجاءت وفاة بوكاندي الذي سبق لها أيضا اللعب في باريس سان جيرمان ونيس ولانس، جاءت وفاته إثر جراحات خضع لها بفرنسا بسبب مشاكل في القلب. وقاد بوكاندي منتخب السنغال عندما استضافت نهائيات كأس الأمم الإفريقية عام 1992، وعمل مساعدا للمدرب الفرنسي برونو ميتسو عندما تأهلت السنغال إلى دور الثمانية في نهائية كأس العالم 2002 التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. للإشارة، فقد جاءت وفاة بوكاندي بعد أيام قليلة من وفاة نجم منتخب نيجيريا الأسبق راشيد ياكيني. الأسبوع المنقضي كان أسودا بالنسبة لكرة القدم الإفريقية، لأننا قبل أيام قليلة فقدنا راشيد ياكيني الذي هو أحد أبرز الأسماء الإفريقية، والذي بالمناسبة عاصر فترة بوكاندي الذي رحل عنا يوم الاثنين. وكما قلت لك، فكلاهما كان نجما بارزا في كرة القدم الإفريقية، خصوصا إذا راجعنا ما قدمه هذان اللاعبان للقارة السمراء بين عامي 1980 و2000، وكيف استطاع تسويق صورة لاعبي كرة القدم الإفريقية بشكل جيد.